ايه ده؟ انا شايف صح؟ هاي هاي استني عندك. وانت ايه اللي جابك؟ مش انت طول عمرك بتقولي لي باي ذا واي كل البنات اللي بيقولك هنا شمال فجأة باي مين؟ لا ما بقولش يمين ولا حاجة، بس انت كده مع اللي زيك، لكن معايا انا حاجة تانية. anyway انا اضطريت اجيلك عشان انا عايز اشوفك واتكلم معاك وانت ما بقاش عندك دم. جدا هو انت في ايه؟ مالك مالك يومين؟ كل شويه عايز اشوفك، عايز اتكلم معاك، عايز اطب عليك انت وصاحبتك. في ايه يا بنتي؟ في ان انت ما بقتش معايا زي الاول. والله مسحول في الشغل، وبعد كده لما ابقى فاضي بنزل مع نادين. ما انت عارفه، فبتزني ليه؟ عشان وحشتني. وحشتني قعدتنا، خروجاتنا، نمتنا على الناس. وبعدين انت البني ادم الوحيد اللي انا بتكلم معاه لما بكون مخنوقه او بيحصل لي اي حاجه، عشان انت الوحيد اللي بتفهمني. وحشني كل ده. ايه انا ما وحشتكش؟ اكيد وحشتيني، بس انا مش عارفه اتنفس بجد. انت مش لاقي وقت تتنفس معايا انا بس، لكن مع غيري اوكي. انت مش واخد بالك ان في ناس تانية واخدينك مني؟ انت مش واخده بالك ان لو حد من الجيران عدى دلوقتي وسمعنا هيفهمنا غلط؟ وانا مش ناقص. فطرتي ولا عامل لك فطار؟ وفرتي. جيدة، هو انت مش بتحبي نادين؟ الهبل ده، وانا مش حبها ليه؟ يا جي ده انا عجنك وخبزك. انت مش هتيجي هنا غير لو في موضوع كبير. هي نادين مضايقاكي في حاجه؟ ضايقتني فين؟ انا اصلا ولا بكلمها. طب ممكن تحاولي تقربي منها؟ اديها فرصه، صدقيني بجد هتحبيها، ولو ما عرفتيش حاولي تاني عشان خاطري. هعمل لنا فطار. من ساعة ما عرفت إن حسين بيحب نادين وأنا تصرفاتي ما بقتش موزونة، لدرجة خلتني إن أنا أروح له البيت، وده بالنسبة لي مش عادي طبعا. بس أكتر حاجة ما تخيلتهاش إنه يفسر كل اللي أنا بعمله ده إني مش بحب نادين، مش لإني بحبه هو. والأصعب بقى هو طلبه إننا نقرب من بعض أنا وهي، مش عارفة ده ممكن أعمله إزاي.